أبحرت في بحر الكلام
مصراوي الكرام، نحن الآن في رحاب مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، واحتفالية تكريم مسابقة النواب المحافظة الدولية. المسابقة انطلقت بالتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، وقد شهد الدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف. طبعا وزير الأوقاف في نهاية كلمته كان أشار إن احنا منتقل للتكريم، فلما أنزل مفوز سيادته من الابتهال قال لا لازم أسمع الشيخ عبد اللطيف، فما شاء الله على الشيخ عبد اللطيف. شكرا جزيلا للشيخ عبد اللطيف العز وجل أهل الليلة. طيب سريعا ننتقل للتكريم، هنبدا بتكريم المتسابقين ثم ان شاء الله في جانب التحكيم ثم عشان هم هيجوا هنا يروح كده عشان هم هيجوا كده. الفائزون في مسابقة نوابل الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جنوب سيناء المرحلة الأولى، الفرع الأول فرع الشباب، الفائز الأول عبد الله علي محمد.
محمد منصور المركز الاول بجائزه قدرها 50,000 جنيه. الفائز الثاني في فرع الشباب محمد شعبان عبد الله جعفر بجائزه قدرها. انا ما دخلتش غير لما هو دخل قدامي. بص وانت واقف كده يا محمد. ها استاذ ياسر، استاذ ياسر قدام سنة. قالوا كده، قالوا كده. بص هنا في فرع الشباب ايضا الفائز الرابع رأفت عبد الصفار سيد احمد محمد الخطيب بجائزه قدرها 20,000 جنيه. بص هنا، بص هنا، بص هنا، خد الشهاده. بص هنا امسكها مع ستك. معلش يا فندم امسك الشهاده مع حضرتك. في الفرع الثاني فرع الفتيات الفائزه الاولى ايمان وائل احمد غريب بجائزه قدرها 50,000 جنيه. روح خد الزاويه كده هنا. عايزها ايه؟ ايوه خلاص. خلاص بايدك اليمين. تمام، الله ينور. شكرا. الفائزه الثانيه اسماء عادل سيد احمد بجائزه قدرها 30,000 جنيه. حضرتك في الناحية الثانية خليها هي هنا، خليها هي هنا حضرتك الناحية الثانية. بصي هنا، بص على شمالك. فرع الفتيات أيضا الفائزة الثالثة إيمان رمضان علي الرشيدي بجائزة قدرها 25,000 جنيه. الفائزة الرابعة في فرع الفتيات أسماء يونس إبراهيم الباز بجائزة قدرها 20,000 جنيه. بص هنا في فرع الناشئة الفائز الأول محمد وائل أحمد غريب بجائزة قدرها 40,000 جنيه. اللي هو نفيته هتبقى في الناحية الثانية. روحي في الناحية الثانية. مبروك مبروك يا محمد. على المحافظ بقول لك مبروك. بص يا شمال، بص شمال، بص شمال. بص شمال. ايوه كده، بص. ايوه بص ناحيه، بص بص قوي. ايوه ايوه شاطر. شكرا حبيبي. الفائزه الثانيه ناديه سعد رمضان بجائزه قدرها 30,000 جنيه، ويتسلم الجائزه نيابه عنها الاستاذ الدكتور اسامه فخري الجدي. في فرع الناشئة أيضا الفائز الثالث محمود محمد عدي عبد المحيي محمد بجائزة قدرها 20,000 جنيه. بص شمالك، بص هنا الكاميرا. الفائز الرابعة في فرع الناشئة شريف محمد عبد الله أمين بجائزة قدرها 10,000 جنيه. في الفرع الرابع فرع الأسرة القرآنية الأسرة الأولى أسرة سعيد محمد ديومي بجائزة قدرها 60,000 جنيه. محمد سعيد محمد ديومي، أحمد سعيد محمد ديومي، عبد الله سعيد محمد ديومي. بص هنا، بص هنا بقى، بص هنا. كان سيدنا المركز الثاني أسرة الدكتورة عايدة أحمد محمود، وهم الدكتورة عايدة أحمد محمود، مصطفى محمد فتحي ناصف، جهاد محمد فتحي ناصف. بصوا الأسرة الثالثة أسرة شغال.
أسرة الدكتور محمود أحمد محمود مخلص، وهم الدكتور محمود أحمد مخلص والعيادة محمود أحمد مخلص وأحمد محمود أحمد مخلص. امسك الشهادة مع معالي الوزير، امسك الشهادة وصلنا، امسك الشهادة. انت راح فين؟ جائزة قدرها 30 وصلنا. الأسرة القرآنية الرابعة أسرة محمد سعد عيسى، وهم عبد العزيز محمد سعد عيسى، سعيد محمد سعد عيسى، وسعد محمد سعد عيسى، والجائزة قدرها 15. الشهادة مع بعض. يا مشايخ وصلنا هنا. الفرع الخامس معانا بالعالمية. الفرع الخامس فرع الثقافة الإسلامية والعربية، الفائز الأول بجائزة قدرها 50,000 جنيه الشيخ محمد منصور محمد هبام. الفائز الثاني الشيخ أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد، والجائزة قدرها 30,000 جنيه. بص يا شيخ. الفائز الثالث الشيخ محمد محمد إسماعيل ملكة، الجائزة قدرها 25,000 جنيه. الفائز الرابع الشيخ سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد، والجائزة قدرها 20,000 جنيه. الفائز الخامس الشيخ محمد رجب عبد الدايم، الجائزة قدرها 15,000 جنيه. والفائز السادس الشيخ محمد موسى واصل حسن، الجائزة قدرها 10,000 جنيه. بص هنا بص هنا. سوف نعود بعد قليل لاستكمال جوائز المسابقة، ولكن هناك تكريم للسادة المحكمين. التكريم الأول للسيد صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح أحمد حشاد، شيخ علوم المقارئ المصرية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. استنى يا فندم. أستاذنا الأستاذ الدكتور أستاذنا الأستاذ الدكتور رمضان محمد محمود حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة. فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق جبريل، عميد كلية الدعوة الإسلامية. رصدنا لكم أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع إسراوي الكرام جانب من التكريم في الأستاذ الدكتور ماهر محمد عبد الله الكرماوي، مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف.